السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناة إبداعات وأفكار إيلي. نتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال يا رب دائما. وكيف ما طلبتوا مني، بزاف البنات طلبوا مني نجيب لكم المحل اللي كاين في مراكش، الموديلات الجداد اللي جابوا، فهادو هما الموديلات اللي كاينين دابا حاليا في هاد فصل الخريف، من لي ساك لي بوط، كلشي عندهم، كلشي كاين، كلشي متواجد في المحل. عندهم ثلاثه المحلات اللي كاينين في مراكش كيف ما سبق لي وكنت قلت لكم، عندهم ثلاثه المحلات. غنخلي لكم الرقم ديالهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف، واللي بغى يستفسر على شي حاجه او يسولهم راه كاين الواتساب، عندهم واتساب، يدخل عندهم الواتساب ويسول على اي حاجه بغى، راه كيديروا لا ليفريزون. وهادو هما الموديلات اللي كاينين، المهم كاين في لا فيديو كامله، كاينين صبابط، لي ساك، جاكيت، كلشي كلشي كاين، كلشي متوفر عندهم. وبالنسبه للاثمنه، الاثمنه مناسبه، واي حاجه بغيتوها ممكن تسكرينيو الشاشه وتصيفطوها لهم في الواتساب، وما يقول لكم الاثمنه ديال كل حاجه. وبالنسبه للبنات اللي في مراكش، راه ما يمكنش ما يكونوش كيعرفوا هاد المحلات، لانهم ثلاثه ديال المحلات وقدامين تبارك الله، يعني ماشي عاد جداد. وشكرا للتتبع ديالكم والدعم ديالكم، تبعوا الفيديو الاخير راه فيه موديلات رائعين. ومع السلامة إلى فيديو تاني إن شاء الله. أي تساؤلات سولوني في الكومنتار ونجاوبكم إن شاء الله. مع السلامة.